أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم
ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه
Sadaqallah.